السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة التقرير الذي نشر عبر موقع أمريكي حول استئجار أبو ظبي مرتزقة أمريكيين لتنفيذ اغتيالات في عدن. نشر موقع بازفيد نيوز الأمريكي تقريرا مطولا عن ضلوع ما أسماهم بالمرتزقة الأمريكيين في عمليات قتل وتصفية لخصوم الإمارات في اليمن. الموقع الأمريكي نشر في تقريره صورا للمرتزقة وفيديو لإحدى عمليات اغتيالات وتفجير تمت في المناطق المحررة، مؤكدا أن المقاتلين كانوا جنودا سابقين في الجيش الأمريكي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل أصبحت عدن ساحة مفتوحة للقتل والاغتيالات وعصابات القتل الدولية؟ وما هو الهدف من استئجار أبو ظبي مقاتلين مرتزقة كما أكد تقرير الموقع الأمريكي؟ مرتزقة أمريكيون في اليمن. قد يبدو هذا الخبر صادما للكثير وغير مقنع للبعض، لكن موقعا أمريكيا يثبت بالأدلة أن هؤلاء المرتزقة ليسوا مجرد خبر دعائي، بل جنود مستأجرون من قبل الإمارات أتوا خصيصا لتعطيل وتدمير التجمع اليمني للإصلاح. موقع بزفيد الأمريكي نشر تقريرا مطولا معمدا بالوثائق ومزودا بالصور والفيديوهات عن عمليات اغتيالات وتفجيرات تمت في المناطق المحررة، مؤكدا أن هؤلاء المرتزقة كانوا جنودا سابقين في القوات الأمريكية. قامت أبو ظبي بحسب الموقع باستئجار المرتزقة من قبل شركة متخصصة بالاغتيالات يديرها مقاول أمن إسرائيلي اسمه جولان، ووثق بازفيد عملية فاشلة لاغتيال القيادي والنيابي الإصلاحي إنصاف مايو عبر محاولة تفجير مقر حزب الإصلاح في 29 من ديسمبر من العام 2015. فشلت هذه العملية، لكن المقاول الإسرائيلي جولان اعترف لموقع بازفيد بارتكاب العديد من الاغتيالات في اليمن، مما يوضح الكثير من الغموض حول عمليات الاغتيالات التي حدثت في عدن وقيدت ضد مجهول. فضيحة المرتزقة الأمريكيين فتحت النار مرة أخرى على الدور الإماراتي في اليمن، خصوصا وأن الموقع الأمريكي تحدث عن صفقة جلبت مرتزقة أجانب إلى شوارع عدن بعد اجتماع في أبو ظبي ضم محمد دحلان مستشار محمد بن زايد ورئيس الأمن السابق للسلطة الفلسطينية. الفضيحة الإماراتية أثارت الشكوك حول الدور الإماراتي في محاربة الإرهاب في اليمن، حيث تعد الإمارات وكيلا موثوقا لواشنطن في هذه المهمة، وهو الوكيل الذي استخدم غطاء محاربة التمدد الإيراني في اليمن لتصفية حزب سياسي شريك في مهمة السعادة الشرعية ومواجهة ميليشيا الحوثي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المحلل السياسي من عدن عبد الرقيب الهدياني. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. أستاذ عبد الرقيب الهدياني مساء الخير. ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الرقيب الهدياني، بالتأكيد سنعود به الاتصال. إذن اليوم نناقش هذا، أو معنا الأستاذ علي الفقيه من إسطنبول. مرحبا بك سيد علي. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ علي. إذن تقرير أمريكي لأحد المواقع الأمريكية يقول بأن الإمارات استأجرت مرتزقة لتنفيذ عمليات اغتيال في اليمن، وكان لكم تقرير مطول في موقع المصدر أونلاين. إن صحت المعلومات برأيك، ما الذي أجبر الإمارات على أن تستخدم وتأتي بمرتزقة لقتل اليمنيين في المناطق المحررة؟ تحية لكم لمشاهدي قناة بلقيس. أعتقد أنه التحقيق الاستقصائي الذي نشرته مجلة نشره موقع بازفيد نيوز الأمريكي قدم الكثير من الحقائق، وعقد لقاءات مع قيادات في هذه الجماعة أو المجموعة التي تعمل بالإيجار لتنفيذ أعمال قتل وتصفيات حول العالم، يعطي مؤشر واضح على أن الأخوة الأشقاء الذين جاءوا إلى اليمن لاستعادة الدولة ولمساندة الشرعية قد ذهبوا بعيدا منذ وقت مبكر، وفتحوا معارك جانبية لا تخدم اليمن وإنما تخدم أجنداتهم الخاصة بأنهم
نصبوا لهم أكثر من عدو وفتحوا أكثر من ميدان للمعركة وذهبوا لعمل تصفيات خاصة. المؤسف أنه يكشف عن حقيقة مرة تعطينا خارطة واضحة لعمليات الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن خلال الثلاث الأعوام الماضية وتحولت بالتالي إلى مدينة أشباح، وجميعنا يعلم دون حاجة إلى القول أن عدن هي في عهدة الإمارات وأنها أنشأت تشكيلات وأذرع مسلحة لتتحكم في المدينة ولتديرها كما تريد، وكانت حريصة كل الحرص على الإمساك بالملف الأمني بشكل محكم حتى لا يدخل طرف آخر ويفشل أعمالها هناك. وبالتالي هذا التقرير أو ما ورد في هذا التحقيق من حقائق ولقاءات ومعلومات وبالأسماء والصفات الأشخاص المشاركين في هذه الأعمال الإجرامية وعمليات الاغتيالات الممنهجة يدعو الجميع إلى المطالبة بالتحقيق فيما ورد في هذا التحقيق والتأكد من تلك المعلومات، لأنها في النهاية ذهبت بأرواح بشر وسقط على إثرها العشرات من الشخصيات في مدينة عدن من القيادات والكوادر من الإصلاحيين والسلفيين ومن رجال المقاومة الذين لا ترغب فيهم الأطراف المتحكمة في المدينة أو الذين لا تريد الإمارات أن يكونوا موجودين في المشهد المستقبلي. نعم، برأيك أستاذ علي ما هي المسؤولية من قبل الحكومة الشرعية والقوى السياسية إزاء هذه الفضيحة؟ للأسف إلى الآن لم نسمع صوتا لا للأحزاب ولا للمنظمات ولا للنخب ولا للحكومة حول ما ورد في هذا التحقيق، ويتعاملون معه كأنه لم يكن، أي أنه يعني وكأن لا شيء نشير ولا أحد تحدث، وهذا يعتبر نوع من دفن رؤوسهم في الرمال، يعني يعملون كما تعمل النعامات. لن يطول هذا الأمر، هم يجدون أنفسهم أمام حقائق موجودة وسيجدون أنفسهم أمام موجة مطالبات شعبية بأن عليهم أن يتخذوا موقف، على الأقل يصدر بيان، يصدر بلاغ مطالبة بالتحقيق في هذه الوقائع المعرفة وفي عمليات الاغتيالات التي سكت عنها الجميع منذ بدأت في أواخر العام 2015 بعد إخلاء جماعة الحوثيين من مدينة عدن، وذهب ضحيتها قادة كبار بينهم أول محافظ لمدينة عدن بعد تحريرها اللواء جعفر محمد سعد الذي اغتيل ولم يفتح ملف تحقيق في قضيته ولم تجمع أدلة ولم يسأل أحد، وكأن يعني كأنه لم يكن هناك شخص اسمه جعفر محمد سعد. ولأنهم سكتوا على عمليات الاغتيال ولا تبعها بعدها عشرات عمليات الاغتيالات، لأن القاتل في هذه الحالة ينفذ جريمته وهو لا يخشى حتى أن يسأله أحد. اليوم الأحزاب والحكومة والنخب أمام مسؤولية تاريخية لإنقاذ اليمن من مستقبل مظلم، مستقبل مجهول، لأن عمليات الاغتيالات إذا ما اتسعت معناها أنها تنقل البلد إلى اقتتال طويل المدى، هو اغتيال للدولة، هو اغتيال لروح المجتمع، لأنه في النهاية يستهدف يعني ضمير المجتمع والمعبرين عنه، قادته، العناصر المؤثرة والفعالة، وبالتالي الصمت يصبح جريمة لا تقل خطرا عن جريمة الاغتيال. نعم، طيب ابقى معي أستاذ علي ونشرك معنا في الحديث من الرياض مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا، مساء النور عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار. إذن تقرير أمريكي لموقع بازفيد نيوز الأمريكي يقول بأن الإمارات استأجرت مرتزقة لتنفيذ عمليات اغتيال وقتل لشخصيات سياسية ورجال دين في عدن. بداية، تعليقكم في الحكومة الشرعية إن صح هذا التقرير وتم إثباته؟ بالفعل الجميع تابع هذا التقرير الخطير الذي نشر والذي يعتبر ناقوس خطر لما يحدث في المناطق الجنوبية وخصوصا في العاصمة عدن. طبعا من الطبيعي أن تقوم الحكومة بعمل تحقيق وفتح تحقيق فوري حول ما جاء في التقرير والمكاشفة والحديث بكل صراحة عن تفاصيل، وهل بالفعل ما نقل في التقرير صحيح أو غير ذلك. هذا طبعا من المفترض أن يتم فتح تحقيق فوري لأن معرفة خيط في هذه القضية وفي هذا الموضوع سيدلنا على القتلة والمجرمين الذين يقومون باغتيال القيادات
والشخصيات الاجتماعية والحزبية في مدينة عدن. التقرير تحدث بكل صراحة عن وجود مرتزقة أمريكان هم الذين قاموا بعمليات في مدينة عدن، ومنها محاولة اغتيال النائب عضو البرلمان إنصاف مايو ورئيس حزب الإصلاح في مدينة عدن. هذه جرائم لا تسقط بالتقادم، إذا صح فإن على الحكومة أولا أن تتخذ إجراءات ضد هؤلاء المرتزقة الذين دخلوا إلى اليمن بطريقة غير شرعية وارتكبوا فيها جرائم عبر الملاحقات الدولية في المحاكم الدولية. وأيضا من الضروري أيضا اتخاذ إجراءات حقيقية ضد دولة الإمارات إذا صحت الاتهامات لها أنها هي من قامت بالتعاقد مع هؤلاء المجرمين المرتزقة للقيام بعدة عمليات اغتيال في مدينة عدن. هذا ما ننتظره خلال الأيام القادمة من وزارة الداخلية ومن الحكومة، وأي سكوت عن هذا الملف أنا أعتقد أنه لن يكون في صالح اليمن ولن يكون أيضا في صالح مدينة عدن واستقرارها. نحن عرفنا في السابق أن إدارة عدن أعلنت أكثر من مرة أنها ألقت القبض على من قاموا باغتيال المحافظ السابق جعفر سعد وكذلك الشيخ العدني وكثير من عمليات الاغتيال، ولكن كل هؤلاء المجرمين تبخروا ولا ندري أين ذهبوا ولا ندري أين هم ولا ندري حتى من قام بالتحقيق معهم. يعني كانت هناك معلومات أن إدارة أمن عدن هي التي قامت بالتحقيق معهم، وهناك أخبار أيضا أنهم تم نقلهم إلى خارج اليمن، والبعض يقول أنهم في الإمارات. لا ندري صحيح ماذا يحدث ومن هو وراء هذه الاغتيالات. بالتالي هذا التقرير الخطير الذي تم الإفصاح عنه وتم نشره أعتقد أنه سيكون البداية الحقيقية لمعرفة من هو الغريم ومن هو الذي يقوم بعمليات الاغتيال ومن هو المستفيد في الأول والأخير من عمليات الاغتيال. نعم. التي طالت فئة معينة ومحددة من أبناء مدينة عدن. نعم أستاذ مختار، الكثير يقول ما مصلحة الإمارات العربية المتحدة بأن تأتي بمرتزقة لتنفيذ اغتيالات في اليمن وهي شريك حقيقي وفاعل مع الحكومة الشرعية في عملية استعادة الشرعية في اليمن؟ هي شريك للحكومة في الظاهر فقط، أما في الباطن فهي تقوم بكل ما يقوض الشرعية وكل ما يقوض الدولة اليمنية. كيف لنا أن نصدق أن الإمارات شريك لليمن وهي تمنع الحكومة من العودة؟ يعني في السابق 4 أشهر تمنع الحكومة السابقة ورئيس الحكومة السابق بن دغر من العودة. كيف لنا أن نقول أنها شريك حقيقة على أرض الواقع وهي تدعم وتربي وتجند وتدفع رواتب ميليشيات خارج إطار الدولة؟ كيف لنا أن نقول أن الإمارات العربية المتحدة أنها دولة شريكة لنا وهي ما تزال حتى هذه اللحظة تمنع إعادة تصدير الغاز والبترول وتسيطر على الموانئ وتسيطر على المناطق الاستراتيجية الهامة؟ بالتالي الخوض في الحديث في ملف الإمارات أعتقد أنه ملف شائك، ولا بد من إعادة تصحيح العلاقة ما بيننا وما بين التحالف بشكل عام وما بيننا وبين الإمارات بشكل خاص، لأن هذه الدعوة طبعا انطلقت من قبل مجموعة من الوزراء في الحكومة، منهم من قدم استقالته تحت الضغط ومنهم من ما زال حتى هذه اللحظة موجود في الحكومة وينادي إلى تصحيح العلاقة. نحن حينما استدعينا التحالف العربي استدعينا من أجل إرساء وإعادة الشرعية وليس من أجل إعادة الشرعية وجعلها خارج اليمن ومنعها من العودة إلى اليمن. لا بد أن يتم وضع النقاط على الحروف، ولا بد من الحديث بكل صراحة وبكل شفافية في هذا الملف. وهذا الملف اليوم حينما تم فتحه من قبل موقع أمريكي يجب أن يتم فتح التحقيق من قبل وزارة الداخلية وكذلك من قبل وزارة حقوق الإنسان للوقوف بجدية حقيقية أمام هذه الاتهامات التي وردت، وإعلان إما أن المعلومات صحيحة أو تكذيب المعلومات بما نعم. لا يدع مجال للشك. نعم طيب، ابقى معي أستاذ مختار وأيضا الأستاذ علي الفقين. اشترك معنا أيضا من عدن المحلل السياسي الأستاذ عبد الرقيب الهدياني. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. أهلا بك. بداية كيف تعلق أستاذ عبد الرقيب على التقرير الذي نشره موقع باز فيد النيوز الأمريكي حول تجنيد مرتزقة لتنفيذ اغتيالات في عدن وربما إحدى الحوادث التي استهدفت القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح وعضو البرلمان إنصاف مايو وأنت كنت قريب من هذه الحادثة؟ أستاذ عبد الرقيب
هناك مشكلة. أعود للأستاذ علي الفقيه من إسطنبول عبر الهاتف. أستاذ علي الفقيه، الآن يعني برأيك الآن يعني كموقف أيضا من التحالف العربي بشكل عام الذي تقودها المملكة العربية السعودية، إن صحت هذه المعلومات بأن الإمارات متورطة في استئجار مرتزقة لتنفيذ اغتيالات في اليمن، برأيك ما هو الموقف المفترض من التحالف؟ إذن أتوجه السؤال للأستاذ مختار الرحبي، إن كنت سمعت السؤال تفضل أستاذ مختار. نعم، على التحالف العربي بالفعل أن يفتح تحقيق أيضا بالتعاون مع الحكومة اليمنية للإفصاح عن فحوى هذا التقرير، هل هو بالفعل وهل ما ورد فيه بالفعل حصل. إذا كان حصل فأنا أعتقد أنها فضيحة ليس للتحالف فقط ولكن فضيحة لنا جميعا، للحكومة وللشعب وللجميع، أن يتم استئجار مرتزقة وأن يتم إرسالهم إلى اليمن للقيام بعمليات اغتيال وعمليات تصفية لبعض القيادات لبعض التيارات الإسلامية المعتدلة وبعض القيادات الحزبية المشاركة في الحياة السياسية، وهو عضو في البرلمان اليمني ورئيس حزب سياسي يمارس السياسة منذ العام 90. بالتالي نقول أن على التحالف بالفعل أن يتعاون مع الحكومة وأن يكون هناك شفافية وأن يكون هناك حديث شفاف وفتح ملف تحقيق حقيقي لمعرفة الحقيقة المجردة حول ما جاء في التقرير. نعم، الآثار المتوقعة أستاذ مختار للكشف عن هذه الممارسات الإماراتية بتجنيد هؤلاء المرتزقة، وكيف يمكن ملاحقة هؤلاء المتورطين؟ بالنسبة للمتورطين بهذه الجرائم إذا ما صح التقرير، فإن على الحكومة وعلى التحالف أيضا أن يتم إعداد قوائم بأسماء من شاركوا في عمليات في هذه العمليات وأن يتم ملاحقتهم عبر الانتربول الدولي وعبر المحاكم الدولية، لأنهم ارتكبوا جرائم مشهودة في اليمن وقاموا بعمليات اغتيال. وبالتالي على الحكومة وعلى التحالف أن يلاحق هؤلاء ويلاحق أيضا من قام باستدعائهم ويلاحق أيضا من قام بتسهيل عملية دخولهم إلى اليمن ومن أشرف على هذه العمليات، وأعتقد أنها سلسلة متكاملة، من قاموا بالتسهيل ومن قاموا بالتعاقد ومن قاموا بمنعهم الإذن الدخول إلى اليمن. نعم، هذا الصمت أستاذ مختار من قبل التحالف العربي وأيضا دولة الإمارات والحكومة الشرعية إلى الآن منذ صدور التقرير لم نسمع أي ردة فعل أو تصريح، إلى ما تعزيه؟ أنا أعتقد أن التقرير هو صدر بالأمس وتناولته وسائل الإعلام، بالتالي نعتقد أن ما يزال هناك متسع للحديث وللتعليق على الملف وعلى الموضوع. ننتظر خلال الفترة القليلة القادمة للتعليق عليها سواء من قبل الإمارات التي هي المعنية الأولى في الموضوع، وبعد ذلك بالإمكان الحديث عن مواقف أخرى من قبل قيادة التحالف من المملكة العربية السعودية وكذلك من الحكومة الشرعية. نعم، كان هناك تصريح شهير لمدير أمن عدن شلال شايع تحدث فيه بأنهم تم إلقاء القبض على أكبر خلية للإرهاب في العالم، هل تعتقد ربما أن الموضوع أو هذا التصريح كان له علاقة بهذه الخلية؟ أخي العزيز، شلال شايع أعلن فور بعد اغتيال المحافظ السابق جعفر سعد، قال أنه لدينا القتلة والمجرمين ويتم التحقيق معهم. بعد اغتيال الشيخ العدني عبد الرحمن العدني أعلن بنفسه أنه تم إلقاء القبض على القتلة والمجرمين، لكن لم نرى أحد ولم نرى أي خيط لهؤلاء الذين تم اغتيالهم. هناك العشرات من أئمة المساجد، من السلفيين، من الإصلاحيين، من القيادات الاجتماعية، من القيادات الشبابية، من القيادات الحزبية، هؤلاء الذين يتم اغتيالهم عيانا بيانا ويتم تصويرهم وتصوير هذه الحوادث، لم نرى شيء من قبل إدارة أمن عدن، لم نرى أي يعني تصريحات حقيقية أو تحقيقات مباشرة مع هؤلاء القتلة والمجرمين. ولكن لا أعتقد أنه حينما أعلن أنه ألقى القبض على أكبر مجموعة إرهابية، لا أعتقد أنه يعني هذا، وإن كان يعني هذا ولم يتحدث به فهي أيضا جريمة أن يتم أو أن يتستر على هؤلاء المجرمين القتلة والمرتزقة الذين جاءوا إلى اليمن. بالتالي نقول أن إدارة أمن عدن لابد أن يتم إيضاح هذا الملف وهذا الموضوع، كون شلال شائع معين بقرار جمهوري وهو مدير لإدارة أمن عدن وأمن المدينة تحت مسؤوليته، بالتالي هو يشترك في الموضوع لإعلان حقيقة الموضوع، نفي ذلك أو تعزيز ذلك أو غيرها من
التبريرات التي يمكن أن أشكرك. يريدها. أشكرك مستشار وزارة الإعلام مختار الريحبي، كنت معنا من الرياض، وأعود إلى عدن هذه المرة مع الأستاذ عبد الرقيب الهدياني. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك، يعني المرة الثالثة، يعني الحمد لله سمعتنا ونسمعك. أستاذ عبد الرقيب، تقرير أمريكي يكشف عن استئجار مرتزقة لتنفيذ عمليات اغتيال في عدن، ربما كانت إحدى هذه العمليات هي استهداف رئيس حزب الإصلاح أنصاف مائي وعضو البرلمان اليمني في عدن، ولعلك كنت تابعنا لك بعض الكتابات أنك كنت قريب من هذا الحادث الذي فيه تم تفجير مكتب رئيس حزب الإصلاح. كيف تعلق أيضا عن كشف هذا الموقع لهذه الخلية التي استأجرتها الإمارات لتنفيذ عمليات اغتيال في عدن؟ التحية لك ولضيفك لمشاهدي القناة. ما كشفه التقرير، ما كشفه الموقع الأمريكي عن الجرائم والاغتيالات التي حصلت في عدن عبر هؤلاء المرتزقة الذين استجلبتهم الإمارات، هو أماط اللسان عن هذه المرحلة المؤلمة المظلمة الدموية التي عاشتها عدن خلال 3 سنوات منذ مجيء التحالف والإمارات تحديدا. هي جاءت تحت لافتة التحالف وأحضرت قواتها وتعاقدت مع هؤلاء المرتزقة، وكانت تحمل أجندة منذ اليوم الأول التي وضعت أقدامها هي وقواتها على عدن. أول العملية التي تحدث عنها التقرير كانت في 29 من ديسمبر من عام 2015، أي بعد تحرير المدينة أو محافظة عدن ب5 أشهر فقط. وبالتالي أنا كنت متواجد مع عدد من الصحفيين في نفس العمارة وفي نفس المكان الذي كانت تستهدفه هذه القوات التي قدمت عبر هؤلاء المرتزقة وبرفقة مدرعات إماراتية. كان الهدف هو تلغيم المكتب أو المقر بالكامل والقضاء على كل من فيه. ويعني هذا الإجرام وهذا الفعل الدموي يتطلب اليوم وقفة حقيقية، ليس من الجهة التي استهدفت وهي حزب الإصلاح، بل تلك الجرائم التي اعترف المرتزقة بأنهم ارتكبوها في عدن، وقالوا أنهم نفذوا ما يقرب من 20 إلى 25 عملية اغتيال استهدفت كل قطاعات المجتمع في عدن، الخطباء والدعاة والقيادات والناشطين والتربويين، ثم خلفوا قتلة ومرتزقة محليين لا يزالوا يواصلون القتل حتى اليوم في عدن ويدخلوا جراحها. اليوم رغم نشر التقرير الذي مر عليه يعني أكثر من 24 ساعة، لكن حتى الآن لم نسمع أي تعليق من الحكومة اليمنية، لم نسمع أي تعليق من رئيس الوزراء الذي نتفاءل وتفاءلنا جميعا وأنه سيأتي بخط بمسار جديد كما تحدث عنه الرئيس عبد الرب منصور هادي. بالتالي لم نسمع رئيس الوزراء، لم نسمع وزارة حقوق الإنسان، لم نسمع وزير الخارجية. نحن اليوم أمام قضية كبيرة تستهدف اليمن، تستهدف عاصمة اليمن الموحد، تستهدف مشروع الشرعية، تستهدف علماء عدن ودعاتها وقياداتها ونشطائها. وبالتالي يجب أن يحرك الأمر على أعلى المستويات. هناك منظمات حقوقية محلية شارعت الآن بالتحرك، هناك منظمات عربية ستعلن خلال الساعات القادمة أو خلال الأيام القليلة القادمة رابطة للإعلاميين ليتخصصوا في كشف الجرائم التي ترتكبها الإمارات في عدن وفي اليمن عموما. بالتالي هناك تحرك، يجب أن يتحرك اليمنيون سلطة و نعم. يعني على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي وعلى مستوى المنظمات، لأننا أمام جريمة كبيرة لا يمكن تجاوزها ولا يمكن السكوت عليها. نعم أستاذ عبد الرقيب، لكن كما تعلم كان عقب كل عمليات اغتيال تطال سواء ناشطين سياسيين أو رجال دين أو حتى قادة في الدولة
تظهر بعض التصريحات من داعش بأنهم من قاموا بالعملية ويتبنوا ذلك عبر بيانات تنشر عبر الإنترنت. باعتقادك يعني هل هي فعلا يعني موجودة داعش وهي من قامت بهذه العملية الاغتيال، أم أن هذا الفرقة كانت تنسب هذه العمليات لداعش؟ بتقديرك الشخصي ومن خلال متابعتك لهذا الملف. لا وجود لداعش ولا وجود للقاعدة في هذه العمليات وفي هذا العنف في العاصمة المؤقتة عدن، في شوارع مغلقة، في مناطق محكمة تديرها الإمارات بقواتها وبوكلائها، بل إن داعش والقاعدة قد تم استقطابهم من قبل الإمارات في داخل الحزام الأمني وفي النخب، كما تحدثت تقارير صحفية أمريكية بذلك. داعش هي شماعة، القاعدة هي شماعة، بينما من يقتل ومن سفك بعدن ومن سفك الدماء ومن لغم المساجد وقتل علماءها ودعاتها، من طارد الصحفيين، من قتل النشطاء السياسيين، هي الإمارات بأدواتها ووكلائها. وهذا اعتراف واضح أمامنا وبين أيدينا لهؤلاء المرتزقة المحترفين الذين استجلبتهم من أطراف الدنيا ودفعت، كانت ترفع حسب التقرير للشركة التي استجلبتها مليون ونصف دولار في الشهر. وبالتالي نحن اليوم أمام قاتل واضح له بصمات أخرى في جوانب أخرى، في تقليص الدولة، في تدمير المؤسسات، في منع الحكومة من العمل، في منع الرئيس من الحضور إلى عدن. نحن أمام قاتل وعابد عنف بعدن وعنف بالمحافظات المحررة، جاءنا باسم أنه يساعدنا وقد ذبح مدننا، ذبح هذه المحافظات وأبنائها وناشطيها وقادتها من الوريد إلى الوريد، ولا زال موجودا بأدواته وبقواته وبنفوذه. وآن الأوان أن تتحرك الدولة، يجب أن تتحرك، وإلا كانت عبارة عن غطاء لهؤلاء القتلة ولهؤلاء المرتزقة، وهي شرع لهؤلاء المجرمون الذين يجرمون البلد ولا يزالون يعني ناظرون في مخططهم. يجب أن يتحرك الرئيس عبد الرب منصور هادي، نريد أن نسمع صوتا بعد هذه الفضائح المذلة التي يعني بلغت الآفاق. أين الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ أين رئيس الحكومة؟ ها هم القتلة يعترفون، وقد جاءوا واستجلبتهم دولة أنتم أدخلتموها في إطار التحالف، ها هي تقتل وتسكت وتعبر في عدن. أين أنتم؟ أنتم المسؤولون عن هذا البلد وعن هؤلاء المواطنين، وإلا كنتم شركاء مع القتلة وكنتم متواطنون على ذبح عدن وعلى تدمير هذه المدن وأبنائها وعلمائها ودعاتها ونشطيها. أشكرك الأستاذ عبد الرقيب الهدياني المحلل السياسي، كنت معنا من عدن. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، حتى الملتقى بحلقات جديدة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله.